أهلا وسهلا بكم في صدى أقلام جديد، نرصد فيها أبرز ما كتبت الصحف العراقية والدولية، ونبدأ من أهم العناوين. جاء في المدى: محافظة المثنى الأعلى فقرا، تليها الديوانية. ونطالع في يقين نت: متظاهرون يغلقون مبنى الحكومة المحلية في واسط. وجاء في الزمان: فاجعة ابن الخطيب، مأساة تدمي القلوب وتنكأ الجراح وتهيج أحزان العراقيين. نطالع في القدس العربي: قوات الاحتلال الإسرائيلي تعاود الاعتداء على مقدسيين. ونتصفح كذلك في عربي 21: الاحتلال يرضخ ويزيل حواجز باب العمود وهبة متواصلة. ونقرأ في العرب اللندنية: ترتيبات إيرانية لنقل النموذج العراقي للميليشيات إلى أفغانستان بعد الانسحاب الأمريكي. وفي افتتاحية أوبزيرفر: اتهامات لجونسون كافية لفقدانه منصبه. حريق ابن الخطيب وحريق الوطن، مقال للكاتب علي حسين في صحيفة المدى، جاء فيه: لعل الأقسى من الصور المؤلمة لضحايا مستشفى ابن الخطيب هي صورة وزير الصحة حسن التميمي وهو يهبط من طائرة هليكوبتر عسكرية في محافظة ديالى ليتابع الوضع الأمني هناك في نفس يوم حريق المستشفى. الأقسى من الموت داخل مستشفى حكومي أننا نجد الوزير يرفض حتى الاعتذار أو الاستقالة، والأقسى من كل ذلك أننا من جديد نتجرع الحقيقة بمذاقها المر، وهي أن المواطن بلا ثمن ولا أهمية، مجرد رقم يضاف إلى سجلات الموت، ومن ثم فلا تسأل عن المتسبب في بؤس مستشفيات بلاد تصدر يومياً أكثر من 4 ملايين برميل نفط، مثلما لا يحق لكم أن تسألوا لماذا لم يتم اعتقال الوزيرة المؤمنة عديلة حمود بعد أن أكلت النار عشرات الأطفال الرضع في مستشفى اليرموك قبل أعوام، في بلاد تتحول فيها مؤسسات الدولة إلى شركات مساهمة تديرها الأحزاب والعصابات. ستجد من يحاول الضحك على عقولنا بأن ما جرى مجرد إهمال أو خطأ غير مقصود. في بلاد سياسيي الصدفة لا أحد يريد أن يطمئن سكان مستشفى الوطن على حياتهم ومستقبل أبنائهم، فردهات مستشفى البلاد مسكونة بأشباح سياسيين ومسؤولين مهمتهم الأولى الاقتصاص من الشعب. لا مكان آمن ولا أكسجين نقي ولا أمل بالشفاء ننتظره، فيما حيتان الفساد والطائفية يحملون مباضعهم لتشريح ما تبقى من جسد الوطن. سيذهب ضحايا مستشفى ابن الخطيب مثل ضحايا الكرادة وقبلهم سبايكر وجسر الأئمة وعشرات الكوارث من دون شعور بالأسى والغضب. لقد اعتدنا الموت المجاني. إذن مجزرة مستشفى ابن الخطيب ومرفأ بيروت الهدف واحد. مقال للكاتب سلام المهندس جاء فيه أن ما حدث لمستشفى ابن الخطيب مجزرة حقيقية، لو كانت الحكومة تملك ذرة شرف لاستقالت، ولكن من أين تأتي بشرف الحكومة وضمائرهم ميتة؟ ومن أين نأتي بشرف الحكومة وهم 18 سنة يسرقون ويقتلون وفرحون في نفس الوقت بمعاناة الشعب العراقي؟ لا أمان في العراق وهو تحت حكم وسلطة الميليشيات والأحزاب الإسلامية الموالية للشيطان الأكبر إيران. لا أمان في البيت وأنت تلاحقك رصاصة الغدر من كوادم صوت صناعة إيرانية أو عبوة لاصقة كتب عليها ساخت إيران. لا أمان في الشارع وأنت تلاحقك دراجة نارية لإنهاء حياتك لأنك ناديت بالحرية. لا أمان في المستشفى وأنت تحس في أمان لكونك تحت حماية الحكومة تستظل في ظلها وتحتمي تحت كنفها لتحرقك نيرانهم الغادرة وإبعاد الضوء عن انتكاسات الحكومة وفسادها. كل الجرائم لجميع شهداء ثورة تشرين والإعلاميين والنشطاء
قيدت ضد مجهول، وكل الانفجارات التي حدثت في العراق تماس كهربائي، وكأن الأقدار حكم على العراق وشعبه يحكمه مجموعة من الديوثين وبائعي الشرف. لو بحثت في كل جرائم العالم لقرون لن تجد مستشفىً تحترق وتتفحم الجثث فيه بسبب سوء التخزين، كما ادعى رئيس الحكومة ابن مشتت الذي يستمر وبقوة في اغتيال الشعب العراقي ويدعم الميليشيات في مجازرها ضد هذا الشعب، أو هذه الطريقة الأفغانية الذي تكلم عليها الديوث الخزعلي بحرق الأمريكان، لكنه حرق العراقيين، وتوجيه الأنظار على قدر العراقيين المحروق بعيداً عن جرائمهم التي بدأت رائحتها العافنة تسكم الأنوف. إنما حدث لمستشفى ابن الخطيب شبيه بكارثة انفجار بيروت، المخطط واحد والعقلية المتخلفة لولي الفقيه لزرع الرعب والخوف في كل البلاد التي يضع يده عليها. الكاتب سلام يقول: إن الذين خططوا بتفجير مرفأ بيروت مؤخرا نجحوا بإدخال لبنان في نفق مظلم، ونجحوا كذلك بكبت كل المظاهرات التي كانت تطالب بالتحرر من الطائفية وتحسين الوضع المعاشي، والآن يتكرر السيناريو الشيطاني في العراق وفي طريقة أخرى، والأدوات نفسها لكن بمجزرة كارثية في مستشفى ابن الخطيب. نقرأ في العربي الجديد حيث جاء فيه، يقول الكاتب فارس الخطاب في مقال نشرته صحيفة العربي الجديد: لا يمكن بأي حال من الأحوال تجاهل تصريحات قائد القيادة الأمريكية المركزية الوسطى الجنرال كينيث ماكنزي خلال جلسة استماع للجنة القوات المسلحة في الكونغرس الأمريكي في 21 أبريل نيسان الجاري، عن أنه لا توجد خطط في الوقت الحالي بالتحديد لسحب القوات الأمريكية من العراق بالكامل، بحجة طبعا أن تنظيم داعش لم يختفي من المنطقة بعد وقادر على شن هجمات. شهادة الجنرال ماكنزي أمام الكونغرس يجب أن تقرأ بشكل صحيح، وهي بالتأكيد تعني أن القوات الأمريكية باقية في العراق، وأن قواعد هذه القوات سيتم تطوير قدراتها وإمكاناتها اللوجستية والاستخبارية ونوعية الطائرات الحربية فيها بشكل مبرمج. ذلك أن الولايات المتحدة تلاحظ وباهتمام شديد التحركات الصينية والروسية صوب الشرق الأوسط وعبر بوابة إيران تحديداً، حيث تطورت علاقة هذين البلدين المنافسين للولايات المتحدة بإيران، فحققت الصين اتفاقية تعاون تجاري واستراتيجي مدتها 25 عاماً، كما وقعت روسيا اتفاقية تعاون استراتيجي مدتها 20 عاماً. وبالنظر إلى علاقة إيران الإيجابية بالنظام السياسي في العراق وتمكنها من بسط نفوذها على الأرض أمنياً هناك من خلال ميليشيات موالية لها، ترى واشنطن أن العراق سيكون ضمن سياسة القضم الممنهجة لدى الصين وروسيا عبر بوابة إيران، ولذلك لم يعد العراق محصوراً بفرضية الوجود الأجنبي المرتبط بنشاط تنظيم داعش الإرهابي كما برر ماكنزي، لكنه يمثل بالنسبة لواشنطن خط الصد الرئيس للتمدد الصيني الروسي الإيراني صوب العالم العربي وإسرائيل، وهو ما يقلص النفوذ الأمريكي في المنطقة بشكل حاد، ويفقد واشنطن هيبتها في المنطقة خصوصاً مع تراجع سمعتها بسبب تداعيات احتلالها العراق وما نتج عنه من تراجع هائل في بنية المنظومة العربية والشرق أوسطية بشكل عام. إذن من المبكر والمستغرب جداً الحديث عن جداول فعلية لانسحاب القوات الأمريكية من العراق، ولا مبالغة ربما في القول إن الشغل الشاغل للإدارة الأمريكية سواء في عهد الرئيس السابق ترامب أم الحالي بايدن وكل مؤسسات صنع القرار في واشنطن موضوع تعزيز قدرة الولايات المتحدة على تعزيز نفوذها في منطقة الشرق الأوسط ومراقبة التحركات الصينية والروسية وبرامج إيران المتناسقة معه.
جاء في الدستور الأردني يوم من أيام فلسطين. عريب الرنتاوي يقول يوم من أيام فلسطين، حيث قدم أهل القدس ومن خلفهم الشعب الفلسطيني وكذلك في عموم الوطن المحتل والمحاصر ما عليهم، ووفروا لقيادتهم فرصة استثنائية لتعزيز حضورها وتصليب مواقفها في مواجهة ما يعترضها من تحديات جسام. وأعتقد جازما، يقول الكاتب، أن أهل القدس أدلوا بأصواتهم في الانتخابات المقبلة حتى قبل أن تبدأ الانتخابات الدعائية الانتخابية. المطلوب اليوم استثمار هذا الموقف لترتيب البيت الفلسطيني، جدران صموده. هذا ما قاله نشرته صحيفة الدستور الأردنية للكاتب عريب الرنتاوي. نستمع إلى جزء. أهل القدس قدموا دعوة فورية ممهورة بدمائهم للفصائل والقوائم أن تدافعوا للدفاع عن المدينة، وليس للجلوس على موائد حوار الطرشان بعيداً عن الحسابات الأنانية والانتهازية. فالمعركة من أجل استرداد العاصمة وتطهيرها بدأت بقوة ويتعين المضي بها قدماً، وبسقوف تتخطى الانتخابات ومندرجاتها إلى تكريس فلسطينية المدينة وعروبتها وإسلاميتها ومسيحيتها، في مواجهة عمليات التهويد والضم الزاحفين، وفي صدام مع مشاريع الأسرلة المنفلتة من كل عقال. القدس مدينة الأنبياء، لن يمحو طابعها التاريخي والقانوني لا اتفاقات إبراهام ولا محورها العاتي الذي يبشر به البعض بالتصريح والتغريد والتلميح. القدس درة المشروع الوطني الفلسطيني وتاج المشروع القومي العربي وعنوان وحدة المسلمين وقبلة المسيحيين الشرفاء والأحرار في العالم، بعيداً عن تقلبات السياسة وتهافت بعض السياسيين. كلما تسلل اليأس والإحباط إلى نفوسنا تأتينا النجدة من الشعب الفلسطيني ومن أهل القدس والأراضي المحتلة والمحاصرة. الشعب يتفوق على نفسه، والفلسطينيون سطروا بأجساد شبانهم العارية ملحمة بطولة تعجز الكلمات عن وصفها، وتتضاءل أمامها بلاغة النص نثراً وشعراً. يقول الكاتب: شعب يتوارث هذا الإصرار وتتناسخ في أجساد أبنائه روح التحدي والبسالة والصمود لا يهزم إطلاق. لقد أطاحوا بالأمس بالفرضية الاستعمارية عن العاصمة الأبدية الموحدة، حيث أمس خرجت القدس الشرقية عن بكرة أبيها. لقد أسقطوا نظرية تقطيع أوصال الشعب الفلسطيني. نطالع في واشنطن بوست: فرنسا تصر على إقصاء المسلمات بتصويت حظر الحجاب، حيث نشرت صحيفة واشنطن بوست تقريراً أشارت فيه إلى أن التصويت الأخير في فرنسا حول قانون الانعزالية كشف عن المدى الذي تذهب إليه الجمهورية لاستبعاد المسلمات. الحركة العالمية تتناقض بشكل صارخ مع صمت الأصوات الفرنسية البارزة، والتي لم تقل إلا القليل حول الأحكام التي هي جزء من قانون صمم لمكافحة الانعزالية التي يفترض أنها تهدد فرنسا. وجاءت الأحكام في وقت شجبت فيه منظمات حقوق الإنسان القانون المعدل الذي صوتت عليه الجمعية الوطنية، والذي قالت إنه يستهدف المسلمين وينتهك حقوق الإنسان، ويمنح في النسخة الجديدة منه أسباباً لمراقبة المسلمين وتقييد حريتهم بطريقة لم ترى من قبل. ومع أن القانون العلماني يمنع ارتداء الحجاب في المدارس والموظفات في الخدمة المدنية، إلا أن مجلس الشيوخ قرر منع الأمهات المشاركات في نشاطات بالمدرسة بعد انتهاء الدروس الرسمية من ارتداء الرموز الدينية، وهو ما يعني استبعاد المسلمات المحجبات من الحياة المدرسية. ويعزز مجلس الشيوخ الضغط على المسلمات اللاتي يتعرضن لضغوط مستمرة، وذلك في سياق أصبحت فيه فيدرالية كرة القدم الفرنسية الفيدرالية الدولية الوحيدة التي تقوم بتقييد مشاركة المحجبات في المناسبات الرياضية، ووضعت المبارزة الدولية ابتهاج محمد على حسابها في انستغرام قائلة: هذا ما يحدث
عندما نجعل المشاعر المعادية للإسلام والمسلمين أمراً عادياً، ومنع الحجاب الذي ينتهك الحرية الدينية، ومحاولة تنظيم أجساد المسلمات باسم العلمانية هو إسلاموفوبيا واضطهاد في نفس الوقت. وأشارت في التقرير الذي نشرته النائبة الديمقراطية المسلمة في الكونغرس الأمريكي إلهان عمر على حسابها في إنستغرام: فرنسا العالم يراقب، مع فيديو يصورها وهي ترتدي الحجاب وهاشتاغ انتشر بشكل واسع، هاشتاغ هاند أوف ماي حجاب، ارفعوا يدكم عن الحجاب. نشر إيلان بيرمان نائب رئيس مجلس السياسة الخارجية الأمريكية مقالا في مجلة ناشونال انترست الأمريكية بعنوان رسالة المغرب، احذروا توسعات إيران في إفريقيا. قال فيه إنه بينما تركز إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على النووية المتجددة مع إيران، فإنها تخاطر بفقدان إشارات الواضحة على أن النظام الإيراني يكثف نشاطه في مسرح استراتيجي مهم هو شمال إفريقيا. النظام الإيراني يبني وجوداً إقليمياً مستداماً بإنشاء مراكز ثقافية واتصالات غير رسمية في جميع أنحاء القارة، مستفيداً من الجاليات اللبنانية المهمة والمتعاطفة الموجودة في مختلف الدول الإفريقية. وهناك أيضاً أدلة موثوق بها على أن إيران تعمل مع مجموعات إقليمية متطرفة، فعلى سبيل المثال عن طريق ميليشيا حزب الله اللبناني دعمت طهران جبهة البوليساريو التي يصفها الكاتب باليسارية منذ عام 2017 على الأقل. ويشير الكاتب إلى أن هذا التعاون مقلق إلى درجة أن المملكة المغربية قطعت العلاقات الدبلوماسية مع إيران رسمياً عام 2018 نتيجة ذلك. وقال خبراء أمنيون إن وفود البوليساريو سافرت أيضاً إلى لبنان للتدريب. وبالمثل هناك لإيران الآن وجود كبير في موريتانيا المجاورة وتونس المجاورة، ويعتقد أنها تنشط في كلا البلدين في القيام بعمليات التجنيد. ويقول بيرمان إن هذا النمط من النشاط مألوف جداً، وإنه يعكس عن كثب جهود إيران السابقة منذ ما يقرب من 15 عاماً لاختراق أمريكا اللاتينية وخلق ساحة دعم في نصف الكرة الغربية لمساعدتها على تجنب العقوبات الدولية وتعزيز العلاقات مع الأنظمة المتعاطفة المعادية لأمريكا وإقامة قدرة تشغيلية كاملة يمكن حشدها في مواجهة الولايات المتحدة. وأما عن دوافع النشاط الإيراني الجديد، يقول الكاتب إن المسؤولين المغاربة يشيرون إلى عدد من العوامل: الأول الانتهازية الاستراتيجية، إذ تنمو القارة الإفريقية في الأهمية الاقتصادية والسياسية والعالمية في نفس الوقت، واستغلال التمدد الشيعي فيها برعايتها. وفي أخبارنا المتنوعة، بساق واحدة وعكازين يجوب الشاب هيثم نصر البالغ من العمر 22 عاماً شوارع مدينة رفح جنوب قطاع غزة لإيقاظ النائمين لتناول طعام السحور في شهر رمضان المبارك. المسحراتي نصر الذي يضع على كتفيه الكوفية الفلسطينية ما يزال يمارس مهنته التي اعتاد عليها كل عام في شهر رمضان بشكل تطوعي، على الرغم من بتر ساقه اليمنى بعد تعرضه لإصابة برصاص الجيش الإسرائيلي أثناء مشاركته في مسيرات العودة وكسر الحصار السلمية على حدود غزة عام 2018. وبحسب إحصائيات لوزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، فقد تسبب قناصة الجيش الإسرائيلي في بتر أطراف 158 فلسطينيا على الأقل خلال مسيرات العودة. ولا متابعة ممتعة مع الكاريكاتور.
ألتقيكم على خير.